يعني وفقا لمزاج السلطات الأمنية هناك، إما رفض المعاملة الرسمية لهذا المواطن أو إنه ازج به في السجن. نعم بسبب هكذا. اسمه. نعم هذه الأسماء يعني كلها يعني أولا ينظر إلى طبيعة الناس، طبيعة الشخص. إذا كان مسرا بنفسه هو يزج بالسجن بهذه الأسماء، لكن إذا كان تسميته من أبيه أو من يعني أسرته هكذا يقول أنا لم أسمي اسمي هكذا، يعني آبائي الذين ماتوا سابقا سموا هكذا، أنا لا أعلم معناه ولا أي شيء، يبرر نفسه هكذا فيقول أخرج تغير اسمك في دوائر رسمية ثم تأتي، يقولون هكذا. الآن أهل تركستان يعني لا يستطيعون يعني تسمية إسلامية، هؤلاء مجبرون إما تسمية تقليدية أويغورية الذين كانوا قبل الإسلام مثل هذا، أو تسمية يعني قريب إلى الصين الذي ترضى بها يعني السلطات الصينية. يعني هم يرفضون اسم محمد والأسامي الصينية مسموح بها، ما معنى هذه الأسامي الصينية التي يعني يتمنون لأهل تركستان أن يسمون أولادهم بها؟ يعني الصينيون هنا أسماء مختصرة يركزون في هذا، مثلا شاو لي جانغ في، يعني واحد لأسرة واحد لشخص هكذا، في تشانغ ني تشانغ وهكذا. نحن أسماؤنا أحيانا يعطي لنا فورم جدول، إذا كتبنا أسماءنا بأسماءنا كامل لا يكفينا فورم مثلا. الصين تبررون سياساتهم هكذا، محمد أمين اسم أبي يعني نور محمد، محمد أمين نور محمد، إذا كتبنا يعني لا يبقى لنا فورم كامل. لذلك الصين أحيانا تبرر سياسته هكذا، لكن أهل تركستان مصر إلى هذا. لماذا؟ للحفاظ على الهوية الإسلامية، للحفاظ على هوية يعني أهلية تقليدية. لذلك إذا وجدوا أي فرصة يعني يتعاملون هكذا. لكن هذا الفاشي يعني رئيس شي جين بينغ منذ 2013 جاءوا بكل إجراءات يعني غير إنساني، تتدخل في تسمية أولادك مثل هذا، يختصر اسمك مثلا محمد ربما مامي يغير إلى مامي، أمين ربما أم مثلا، وهكذا يختصر أسماء ويغير يعني المعنى، يركز تغيير معنى، سياسات هكذا.